وخلال مداخلة هاتفية في نشرة سابقة، أكد المهندس علي النعمة نائب الرئيس للتوزيعات وخدمات المشتركين بهيئة الكهرباء والماء، أكد أن النظام الجديد لخدمات المشتركين والفوترة يأتي ضمن استراتيجية التطوير الرقمية المتكاملة. يأتي إطلاق الهيئة النظام الجديد لخدمات المشتركين والفوترة بهدف تطوير نظام خدمات المشتركين والفوترة، وذلك ضمن استراتيجية التطوير التي تنتهجها الهيئة خلال المرحلة المقبلة، والتي أساسا محورها المشترك، والتي تهدف لتوفير منظومة رقمية دقيقة متكاملة وفي سبيل إحداث التطور في خدمة المشتركين. قد قامت الهيئة بالعديد من الاستعدادات لإطلاق النظام الجديد، حيث تم تدريب أكثر من 1000 موظف تابع لهيئة كهرباء والماء والجهات ذات العلاقة ضمن برامج تدريبية مكثفة، وتم زيادة التنسيق والتعاون مع عديد من الشركاء في هذا المجال من البنوك والجهات الحكومية المعنية لضمان سير عملية إطلاق النظام الجديد بيسر وسهولة. كما حرصت الهيئة على توفير كافة الإمكانيات اللوجستية، وذلك للعمل بكفاءة أعلى ضمن مقاييس متطورة حتى يتم إطلاق النظام الجديد والاستفادة من مزاياه.